أبدأ بتراكمية ما طرح السادة الأساتذة الأخوة والأخوات من هذا النضال التاريخي وهذا العمق في التأصيل إلى مو فرضية وإنما حتمية. يعني ممكن الواحد أن يذهب ببعض الشروح على أساس أنه يفترض، ولكن أعتقد أننا تجاوزنا أن نفترض أن التحول الديمقراطي في البحرين أصبح بعنوان الحتمية، وهذه الحتمية تأتي لهذا العمق الذي استمعنا إليه، سواء كان تأسيس تاريخي أو مشروعية حقيقية، يعني تمتد من فكر إنساني وصلت إلى الإنسانية. أيضا في المقابل لهذا الحراك والنضال والتاريخ والمشروعية، هناك ممارسة هي ذاتها تحفز أن لابد أن يكون هناك حتمية للتحول الديمقراطي. يعني مجرد التمييز والإقصاء ما طرح الأستاذ عبد الجليل وكثير من المشاكل الموجودة، ولعل بعض المقومات التي طرحها الدكتور أبو علي، هذه لا تتسق مع إمكانية استمرار الواقع كما هو، فلابد أن تتحول إلى حتمية. أيضا ما عاد كلام أن سلطة مطلقة، وخصوصا إذا كانت في شخص أو في عائلة، أم ممكن أن تستمر بهذه. هناك محاولات للتلميع، محاولات للهروب، محاولات لشراء هنا وهناك، ولكن هذه لن تستمر. الحالة الأمنية أيضا ترادفها أو تضادها حالة حقوقية توثيقية تقترب من المشروعية الدولية. هذا يعني لو كانت هناك حالة أمنية ولا يوجد شعب واعي يوثق ومنظمات فاعلة وما شابه، فلذلك مجموعة من الأمور تؤكد على أننا حتميا سننتقل إلى الديمقراطية. مرتكزات القوة كما ذكرت بعضها هي تأتي في هذا السياق، أن لو كان هذا الحراك يفتقد إلى مرتكزات قوة يبنى عليه لكان الحتمية مو أكيدة. فهذه القوة يجب أن تستمر، يعني هي ليس عملية القوة أن تكون الإنسان يتحصل على مفردات أو مرتكزات قوة وبعد ذلك يتراخى وثم نقول لا إحنا عندنا مرتكزات قوة. يعني عندما نتكلم عن مشروعية المطالب فهذا يجب أن يبدأ ويستمر، عندما نتكلم عن السلمية يجب أن يبدأ ويستمر، عندما يعني يكون في حضور إعلامي، في حراك جماهيري، في صمود أسطوري. ما يكون إن إحنا في 14 فبراير عندنا صمود أسطوري بس عقب 14 فبراير 2012 2013 2014 نتراخى. فمرتكزات القوة ليست آنية، وإنما مرتكزات القوة يجب أن تكون مستمرة. طبعا لا يوجد حراك ولا يوجد بيئة سياسية بدون تحديات، يعني في قوة وأيضا هناك في تحديات ومعوقات. كيف الإنسان يحول هذه التحديات والمعوقات إلى فرص؟ نأتي أن سلطة صماء، يعني صماء بمعنى أنها كتلة واحدة. الآن سنأتي في تفصيل يعني إصلاحيين متشددين وما شابه، هذه عناوين بعد جزء من السياسة وجزء من الواقع، يمكن يكون صحيح في بعض الأوقات وغير صحيح في مجمل الأوقات. لذلك أتكلم عن سلطة صماء، يعني كل العائلة ومن يحوم حولها هو صايرة نوع الصماء، يعني نفس الصخرة. تعداد السكان دكتور منصور شرح فيه الوجودات الرئيسية، يعني عندما تنظر في الحراك النضالي التاريخي تجد أن هناك مقومات لهذا الحراك في البعد الجماهيري تستقطب الجماهير من الطرفين. هنا للأسف في 14 فبراير الناس اللي عندهم وجود حقيقي مؤثر في الشريحة الثانية في شركاء الوطن يغيبون، يصطفون مع السلطة، وهذا يؤثر شوي على هذا الحراك. الخوف المسيطر على
الناس المقتنعين بالديمقراطية، حتى في شركائنا، بقولها بكل شفافية، حتى في شركائنا في التحالف هناك خوف على الأقل من الأسلمة. إذا لم يكن هناك خوف، يعني في ناس يقولون نحن نخاف من الشيعة أكثر من خوفنا من آل خليفة، فآل خليفة نارهم أحسن من جنة الشيعة. في ناس أيضا يخافون من الأسلمة، يعني وهم يشتغلون إياك يخافون من هذه الأسلمة. محدودية الموارد الاقتصادية، فإحنا دولة نعتمد على غيرنا، فهذا يخلينا في موقع ضعف ويخلي كل الحراك في موقع ضعف. السلطة غير مضطرة إلى التغيير، تهويل التجارب الفاشلة، كل شوي قالوا العراق وتجربة العراق وما شابه، ما ينظرون إلى أي تجارب إيجابية وإنما ينظرون إلى تجارب فاشلة. الآن لأن يعني مطلوب مني أنا أسرع فدا أسرع. تحديات الإقليمية طبعا، ونحن نعيش على ساعات تكون هناك عدوان أو لا يكون هناك عدوان، وتداعيات هذا العدوان، وأين تتجه المنطقة، كل المنطقة على فوهة بركان في أي لحظة بهذه الأجواء أو غيرها من الأجواء. المنطقة تعيش خطر، خطر الانفجار، خطر الفتنة. المشكلة في الدول التي فيها سلطات منبثقة من الشعب، وسلطات حتى لو لم تكن منبثقة من الشعب تحاول أن تبعد هذه الأزمات. اليوم عندنا السلطة تحاول أن تستورد، جيبون العرعور والصحافة وما شابه وتحفيز إلى الاصطفاف هنا وهناك، كل هذا يؤثر على هذه مشكلة حقيقية. مقدرات الخليج يمكن تدفع في اتجاه تحولات، منع التحولات. أنا أشبه بواحد يقولون لي جاي بركان، جاي عاصفة، بدل ما يحصن بيته يروح يطلع ويضرب في العاصفة، يقول لها هني عندك في الداخل هو الحصانة. فكل هذه تفرض في التحديات الإقليمية تفرض علينا مشكلة. هناك مشكلة أصلا داخلية في أن نظرة الخليج للبحرين من منظور طائفي وليس من منظور مواطنين دول مجلس التعاون، هذه تؤلم. يعني يمكن أن دول مجلس التعاون لو تنظر إلى الشعب البحريني على أساس أنهم جزء من هذا الخليج، ولا ينظرون عليهم على أساس التفرقة بين شيعة وسنة، ونظرتهم خصوصا إلى الطائفة الشيعية الكريمة بنظرة طائفية، ونظرتهم إلى إيران بنظرة طائفية وليس بنظرة قومية وسياسية، تتغير المعادلات، معادلات تختلف عندنا في البحرين. طبعا المنظومة الخليجية المتضامنة ضد الديمقراطية، والعلاقات الدولية الاستراتيجية، يعني لو لم تكن هذه العلاقات، فإحنا نعيش في وضع جيوسياسية أو الجغرافيا السياسية هي تتحكم في وضع نحن لم نختاره. يعني لم نختار موقعنا الجغرافي، لم نختار الديمغرافية، والبحرين بكونها صغيرة، على الدكتور أشار إشارات ممتازة لعدد السكان، يعني ما ممكن أن دولة صغيرة جدا، يعني تحديات العراق بعمقها الجغرافي وعدد السكان ومواردها تختلف عن تحديات البحرين، فما بالك الوضع هنا غير مستقر لأن الجيوسياسية موجودة بهذا التحدي. لبنان أكبر منا وأكثر موارد وأيضا عندها تحديات، فما بالنا في البحرين تفرض علينا تحديات. فهذا التأخير في الحل لأنه مرتبط بهاي الجغرافيا السياسية. مشكلتنا إحنا في البحرين، من يدير السياسة الخارجية هو لا يأخذ بسياسة النيع بالنفس، بل يدخلنا في مشاكل أكبر من مشاكلنا اللي إحنا موجودين فيها. المحافظة على العلاقات الطبيعية بين قطبي الرحى هذه مهمة جدا، هذه اللي مفروض أن تتجه لها البحرين، سواء كانت حكومة الآن مستبدة أو حتى في التحولات المستقبلية، بلا عداء ولا ارتهان لأي من الكبار الإقليميين ولا الكبار اللي خارج الإقليم. هناك فرصة حقيقية للبحرين أن تتحول من أضعف حلقة إلى أنها تتخذ من علاقاتها ويعني سياستها واستراتيجياتها الخارجية أن لا تبقى الحلقة الأضعف. التحديات التي تواجه يمكن
التأسيس الديمقراطي من شركاء الوطن، نبدأ بكل صراحة، خلنا شوي نروح في مساحة يمكن دائما كنا نحاول نهرب منها أو نداري فيها، أن هناك اندماج وانغماس يعني عميق في مشاريع السلطة بأي عنوان، تجهيل أو بعنوان آخر، هو قناعة داخلية. هذا يجب أن يكون هناك انفكاك، لأن هذا الانفكاك يعطي استقلالية، والاستقلالية تعطي احترام، والاحترام يعطي أن في قدرة على المطالبة وقدرة على القرار. إبعاد الخلاف السياسي عن تحويله إلى خلاف مذهبي، هاي مشكلة كل الأوطان اللي فيها تنوع. هنا في البحرين يحاول أن يعني أي مشكلة في المدرسة، وشاهدناها يعني أيام فبراير، مجرد أن في مشاكل بين الطلبة، طلع خطيب في خطبة في تجمع كبير قال أن هذا عداء لأهل السنة، مشكلة في مدرسة، ليش تسويها، ليش تكبرها؟ مقاربة المخاوف من التحول الديمقراطي بمقاربة موضوعية، وليس من بس مجرد تهويل أن هناك مشكلة. تكريس الجهد، كل الجهد لمعارضة المعارضة، وهذا كلامهم. هذه المجموعة الأمور، تحميل المعارضة، تقديم ما في مشروع سياسي، وإذا في مشروع سياسي ما في تفعيل لهذا المشروع السياسي، الاستئثار بدل أن احنا يعني ناخذ الاستئثار هو المحصن، وليس أن محصنات في الديمقراطية بموضوعية، ناس تفكر أن بقاء الوضع كما هو هو الأفضل، كل هذه تواجه تحديات. أنا أخذها بين تحديات ونصائح، أننا يجب أن نتغير على أساس أن يتغير الواقع، ويمكن أن نؤسس إلى واقع أفضل. أيضا المعارضة تواجهها تحديات، بس أتأكد أن المعارضة تواجهها تحديات أيضا، وهي كيف تقنع شارع مقموع بأن هذه السلطة التي مستمرة في قمع هذا الشارع وانتهاك حقوقه يجب أن تبقى. صحيح أننا متمسكون بالملكية الدستورية كقوة سياسية ونخب، ولكن أيضا كيف تقنع هذا الشارع مع كل رفع التوقعات في الربيع العربي وما شابه، أن تقول له إيه بعد كل هذا اللي تقولونه صح، في قتل، في ظلم، في ما شابه، في تمييز، ولكن الحل يبقى أننا نذهب في ملكية دستورية، ويبقى مجموعة من الصلاحيات إلى هؤلاء. صبر وضبط النفس، يعني تهدم مساجد، تقتل أنفس، تمييز، في فصل، في تجهيل، في حرمان من بعثات، وانت لازم عليك كقوة معارضة أن تضبط نفسك، وما يعني لا تذهب وتكون قائد شعبي وتكون قائد سياسي يوازن بين حماية جماهيره وأيضا يتمسك بمشروع سياسي. كيف تحقق استمرار لحراك شعبي، وهذا الحراك الشعبي تريد أن يكون ضاغط وأيضا غير هادم لاقتصاد الوطن، غير مؤثر في التشابك الاجتماعي أو ما شاء. هناك تحديات. من يعتقد أن المعارضة عدها يعني أريحية في تحريك الشارع وفي خطابات وفي سقوف وفي تفاوضات بدون تحديات، هو لا يعي حقيقة الأمر. هناك تحديات حقيقية، أيضا هناك تحديات وهناك أطروحات، الآن أنا بسميها، أن تقتنع الأسرة التي تحكم أن الدولة فوق مصالح القبيلة. بس يوني قال كلمة ممتازة، على الملك أن يختار بين وحدة العائلة ووحدة البحرين أو وحدة الشعب. إلى الآن هذا التحدي موجود. متى يقتنع الملك، متى تقتنع الأسرة أن الدولة فوق مصلحة القبيلة، أن تتحول إلى أنها مسؤولة عن الجميع، وليست هي يعني حاكمة، ومن لا يقبل يعني ما يصير البحرين شركة والمواطنين موظفين وهم يديرون رأس مال وعدهم مجموعة موظفين اللي ما يبقى يقولون له نسحب جنسيات كن طلعة، ما ممكن. هذه تحديات، ولكن هذه تفرض على القبيلة وتفرض على العائلة أن تستغني عن هذه الأفكار. أيضا الشرعية والمشروعية،
يتحدثون دائما عن شرعية نظام الحكم ولا تمسون شرعية نظام الحكم. ما هو شرعية نظام الحكم؟ آل خليفة فقط. آل خليفة مسيطر على كل شيء. آل خليفة توارث. من قال إن شرعية نظام الحكم هي آل خليفة؟ نظام الحكم في البحرين ديمقراطي، السيادة للشعب، مصدر السلطات، وين راحت؟ من يتحدث عن الشرعية، هذه تحدي أن نفهم وأن نطبق أن هذه هي الشرعية. تلميع، ولعل أحد رموز الحكم قال لمعنا واجد وما استفدنا في القضاء وفي غير القضاء. ثمن التلميع باهظ، كل الذي صار هو تلميع، حتى بما ذكر الدكتور في 1971، والدستور كان اضطرار وكان محاولة للالتفاف، عقب سنتين أو أقل من سنتين انتهى، لأن لم يكن جاد، لأن لم يكن جاد لا يستمر، فهي محاولات للتلميع. التخلي عن المراهنات، يعني في ناس واجد قاعدة تتحكى اليوم عن الاعتداء والضربة على سوريا ومستانسين ويتمنونها في تصريح لعادل معاودة وغير عادل معاودة، وكأنما إذا صار في تطورات سلبية هناك بيصير فرج إلى البحرين تنتهي المطالب الديمقراطية. في مو جهل، في خبال. تطورات السلبية قد تؤدي إلى كارثة وتؤدي إلى أصلا قوة إلى المطالبين. كم باقي عندي؟ ثلاث دقائق. حل الحقيقي يحتاج لمواجهة تحديات وتكريس سياسة التفرقة والتمييز، لن تخدم السلطة، بل سيأتي يوم، صدقوني سيأتي يوم يقولون السنة والشيعة أن ليش إحنا عاطين هذه لين مكانة وهم يميزون وهم اللي يسببون مشاكل. بس خلت تروح المشاكل شوي، يجب أن يفهموا أنهم شريك في السلطة وليس مالك ومختصر. خطوات بناء الثقة، لعل الإخوان تطرقوا لها، يجب أن ترفع المعاناة، يجب أن يكون هناك إعلام حقيقي وحدوي. أسس الحل التأسيسي، هناك أسس ذكرها الأستاذ عبد الجليل وقيم بعدين بتجي ونتائج، ولكن المساواة والعدالة والكرامة هذه مو قابلة للتفاوض. في الجلسة الحوار الأخيرة يقولون القضاء العادل هو مطلب، والله أساس. لا مو أساس، هذا نخليه مطلب. أن يكون في انتخابات نزيهة، لا هذا مطلب، لا تطلبون، لا تقولون إنه مبدأ. هذه المجموعة من الأسس إذا لم نذهب إليها، هذه الأسس لا تبني نظام ديمقراطي. باقي سلايدين وخلص. فرص الحل، موجود فرص الحل. لا يوجد معارضة وطنية مخلصة ذات مشروع سياسي واضح وبه خارطة الطريق كالمعارضة البحرينية. وأنا أتحدى كل المعارضات، وكان الأمريكان ساعدوا السوريين على كل يودونهم عشان the next day ورشات، وما شاء ما عندهم مشروع. اليمنيين لحي ما عندهم مشروع، في تونس، في مصر، في ما شابه. لا، المعارضة البحرينية متقدمة على كل المعارضات مع احترامي إليها، وهي موجود عندها برنامج تفصيلي. هناك بصيص أمل في أطراف السلطة يقولون أنها معتدلة وتريد حل. في موقف خليجي متغير، وهذه معلومات وليس، ولكن متزامن مع إذا سووا فوضى وإذا سووا عنف اقمعوهم، يعني مول. بس أي قد مقدار الحل، الخيار الأمني يعكر كل هذا. الحث دولي على الحل، بس ما في إرادة دولية إلى الحل. رغبة الأطراف أن يكون هناك حل. هذه الأسس، معالجة التحديات، سنصل إلى نتائج تفضلوا فيها الأساتذة، أننا سننتقل إلى الديمقراطية، ويجب علينا أن نعالج مخلفات هذه الحقب 40 سنة أو أكثر من 40 سنة. علينا أن نبحث عن مصالح مشتركة، عدالة وأمن وشراكة للجميع، وليست لفئة أو لطائفة، في حقوق وليس ظلم. وهناك معالجة للمخاوف، يعني عندما نتساوى جنوب أفريقيا، البيض 8% الآن، والسود الأفريقيين 92%، لكن بنوا النظام الانتخابي على أساس صوت لكل مواطن. عالجوا قضية الشراكة مثل في شمال إيرلندا، عالجوها في الليفلز اللي أكبر، مو عالجوها في
المبادئ والأسس، بعدين في مصارحة ومصالحة ورفع الظلم عن الذين عانوا في سبيل الحرية، وثم تأتي ترسيخ مؤسسات الدولة التي تحدث عنها في بداية شيخ حسين الديهي، وسيادة القانون المنبثق من إرادة شعبية حقيقية فضلت الأستاذة، وأن يكون هذا التطبيق ممارسة عملية. إذا وصلنا إلى هذا سنبدأ مشوار التحول الديمقراطي، ولن تكون هناك ديمقراطية في البحرين قبل عقود أيضا من الزمن أو سنوات، لأن مجرد الإطار، مجرد دستور وعقد اجتماعي ومجرد المؤسسات لا تعني وصلنا إلى الديمقراطية، بل نحتاج إلى الطريق. وهذا ما يقولون، الديمقراطية لا تأتي بين يوم وليلة، إذا لم نصل إلى الإطار ونتفق عليه ونوجد المؤسسات والقوانين والتشريعات لن يأتي هذا خارطة الطريق للتحول للديمقراطية. الحمد لله رب العالمين. شكرا أبو محمد.